تكبدت الميليشيات الحوثية والمخلوع صالح خسائر كبيرة من الآليات وقتلى من الحوثي عندما حاولوا التسلل للشريط الحدودي، وتعاملت معهم القوات السعودية المشتركة بكل حزم. لا شك ان تواجدنا على الحد الجنوبي مع زملائنا شرف عظيم لنا، فالجميع هنا يتشرف بالدفاع عن حدود المملكة العربية السعودية ضد أي طامع أو غازي أو معتدي، فالتواجد هنا بحد ذاته لا شك أنه شرف لأي مقاتل بأي رتبة وبأي قطاع كان. نشارك في هالمهمة لأن ما في شيء يشرف أكثر من أنك تدافع عن وطنك وعن دينك وعن أهلك، ونبي منكم إلا الدعاء إن شاء الله، والله ينصرنا. لن طبعا نسمح كان من كان أن يتجاوز حد من حدود الوطن، وطبعا احنا دمرنا عدد كثير منهم، ونتمنى التوفيق باذن الله سبحانه. القوات السعوديه المشتركه بكافه قطاعاتها اخذت على عاتقها مسؤوليه ضمان امن المملكه والدفاع عن اراضيها بكل صرامه. بفضل من الله حدودنا امنه، ونحن قادرين ومستعدين للدفاع عن الحدود. بالنسبه حدودنا خط احمر لن نسمح للعدو بتجاوزها، ونحن هنا لحفظ الأمن والدفاع عن ديننا ومليكنا وطننا. حقنا عليكم الدعاء، لا نحتاج منكم إلا الدعاء فقط. القوات المسلحة قادة وضباط وأفرادا بعزم الجبال الشامخة تقف على هبة الاستعداد للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه إساءة لهذا البلد مهما كان مصدره أو موقعه. الحمد لله المعنويات مرتفعة، قادتنا معنا، هم أول ناس، هم على الخط الأول. يعني إذا كنت تشوف قائدك على الخط الأول هذا الشيء الأول شيء يرفع معنويتك. القوات السعودية المدربة والمؤهلة تتعامل مع الميليشيات الحوثية البائسة بكل قوة وصرامة وحزم لمنع وصولهم إلى الشريط الحدودي. فهد السمحان الإخبارية من الحد الجنوبي.